تضل ونتنا ون زينبيه وتضل ونتنا ون يا بين ناري ونار لا ما تطفي تسعى بين شوغه وهاي كل ما جاءت كبار بين حسر الفاجعة موسى بن جعفر بين الله اللي يدري يوم شلون اثار محنته مو قليلة محنته شقد ثقيلة ونضل إلها صبح ومسية وتظل ونتنا ون زي فدوى الإيدك الباب الحوائج مهدوية المدامع كاظمية المواجع مهدوية وتظل ونتنا ون زينبية وتظل ونتنا ون بينا من طف كربلاء واحزان زينة بينا من طف كربلاء واحزان زينب بينا جان خيمات عليك ولست الهب بينا بس الحزن وحده تسلب بينا حرقه عالذي بسجنه تعذب بينا حرقه عالذي سجنة تعذب وصف نور الإمامة وصف عاشب ظلامة مثل عمت بظلام الغضرية تظل ونتنا تظل ونتنا ون زينب ارفع ايدك وجاوبني مهدوية المدامع مهدوية كاظمية المواجع كاظمية مهدوية المدامع مهدوية يا الله يا الله كاظمية وتظل ونتنا ون زينبية تظل ونتنا ون تبقى تجري على القضاء مسموم كل عين تبقى يما مقيدة قلوب الموالين تبقى ريحة كربلاء برض الجوادي تبقى ريحة كربلاء برض الجوادي تبقى جمرات مثل جمرات الحسين تبقى جمرات مثل جمرات الحسين ايوا حق على التل ايوا حق تكفل على الكاظم مدامع نجريه وتظل ونتنا ون زينبية قول مهدوية المدامع مهدوية يا الله يا الله كاظمية مهدوية يا الله
وتظل ونتنا ونا ما شاء الله وتظل ونتنا ونا أريدك ترفع إيدك بارك الله بيك اثنين إيدك ترفعن واحدة الباب الحوائج موسى بن جعفر أبو سيديكم واحد واحد الله إلهي عجل لوليك الفرج يا الله إيد ترفع للجواد وإيد الموسى الكاظم شو تقول تقول قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى للكاظمي الضم قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى للكاظمي صوتك طلع صوتك فدوة قبل الزيارة والعزية يا قلب اعتنى للكاظمي يا دلالي للغالي عاقد نيته دلالي للغالي عاقد نيته واحلامي وجدامي قصد جنته دلالي للغالي عاقد نيته واحلامي وجدامي قصد جنته بإحساسي وأنفاسي عطر زيارته بإحساسي وأنفاسي عطر زيارته وجروحي وكل روحي الطيب بحضرته الطيب يلا قصد رحاب بهالمسية قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة والعزية قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى طلع صوتك فدوة اليوم يومك يلا بويا قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى للكاظمي نظراتي بعيوني ملهوفاتي له نظراتي بعيوني ملهوفاتي له خطواتي بمشياتي عند مسجله شما زادت اتعابي في دوات الهله شما زادت اتعابي في دوات الهله اشعر من امشي له ماشي الكربلاء ماشي اي كان معتني للغاضرية قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة والعزية قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى للكاظمي عادوني ورادوني اترك هالهوى عادوني ورادوني اترك هالهوى وهوايل ويروح والدروب يضوى لو عفت اصبح اني والميت سوى لو عفت اصبح اني والميت سوى محبوبي وما عوفى لا والقل هو لا وال اي ما عوفى لاخر نفس بيا قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة والعزية قبل الزيارة قلب اعتنى للكاظمي فدوى لايدك فدوى اروح لك قبل الزيارة قبل الزيارة والعزية قلب اعتنى عن حبي سئلوني ومنين ابتدي
عن حبي سألوني ومني أنا بتدي قلت لهم حبيت بساعة مولدي عن حبي سألوني ومني أنا بتدي قلت لهم حبيت بساعة مولدي معشوق بأنواره ظليت اهتدي تروين وتحييني خدمة سيدي خدمة سيدي متفضل الكاظم علي قلب اعتنى للكاظم قبل الزيارة والعزية قبل الزيارة والعزية يا الله يا الله قلب اعتنى للكاظم بكتابي وبحسابي هالخدمة ذخر بكتابي وبحسابي هالخدمة ذخر بالمحشر عنواني خادم وافتخر أهل البيت هواهم وتباهش كثر وتنامس للخدمة سبلت العمر سبلت يلا واشرف هوية هالهوية قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة قبل الزيارة والعزي ايه قلب اعتنى للكاظمي يلا بروحك فدوة بكتابي وبحسابي هالخدمة ذخور بالمحشر عنواني خادم وافتخور بكتابي وبحسابي هالخدمة ذخور بالمحشر عنواني خادم وافتخور أهل البيت هواهم وتباهش كثر أهل البيت هواهم وتباحش كثر وتنامس للخدمة سبلت العمر سبل يلا واشرف هوية هالهوية قلب اعتنى للكاظمية قلب اعتنى للكاظمي قبل الزيارة والعزية قبل الزيارة والعزي خادم مولاي قبل الزيارة السلام عليكم قبل الزيارة قبل الزيارة والعزي قلب اعتنى للكاظمي قلب اعتنى للكاظمي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل تقدر خمس دقائق تستريح اكون بخدمتك بعد قلبي فدوة أروح لك دقيقتين ثلاثة أكون بخدمتك وأنت قاعد خلي نلطم ونواسي مولاي موسى بن جعفر الكاظم فدوة أروح لك جزاك الله خير جزاء المحسنين وين ما كنت موجود استريح أبويا كرامة لموسى بن جعفر كرامة للإمام الجواد بيض الله وجهكم دنيا وآخرة فدوة أروح لك قول وياي سجين وويلا 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 سجين وويلا 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 ارفع اثنين يديك سجين وويلا 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 سجين وويلا 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 يلا سجين سجين وويلا
يا غريب بالسجن حل يومه. ارفع ايدك ارفع ايدك فدوى فدوى ايدك. يا غريب بالسجن حل يومه شيعتك يا ابو الرضا مهضومه. شيعتك يا ابو الرضا مهضومه تواسي بنتك فاطمه المعصومه. يلا تواسي بنتك. الروح بفراقك صفت معلومه. الروح بفراقك صفت. ارفع ايدك بينا كثر الهموم ننعى جينا هاليوم صحنا ايه مسموم ايه موسى الكاظم. ايدك رهين واويلا 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 سجين واويلا واويلا. وارفع ايدك وياي وقول سجين واويلا وإلى سجين وإلى يا غريب بالسجن حل يومه. شيعتك يا ابو الرضا مهضومه. يا غريب بالسجن حل يومه. شيعتك يا ابو الرضا مهضومه تواسي بنتك فاطمه المعصومه. تواسي بنتك. الروح بفراقك صفت معلومه. الروح بفراقك صفت. يلا بينا كثر الهموم ننعى جينا هاليوم صحنا آية مسموم آية موسى الكاظم. أي رهين وويلا 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 سجين وويلا وويلا وويلا. ايديك بويا سجين وويلا وويلا. مولاي سجين صح مصابك سيدي يا ذينه. صح مصابك سيدي يا ذينه. ونار سجنك كل وقت تشوينه. بس مصيبة ننحب تخلينا. بس مصيبة ننحب تخلينا. يا مصيبة مصيبة العريان المسلبينا. حسين مصيبة العريان المسلبينا. يلا ويانا نريدك تروح عذرا وانت مجروح. ويلي الله جدك ويلي مذبوح آية موسى الكاظم. اي طعين واويلا 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 سجين واويلا. يشوفك باب الحوائط ويشوف ايدك فدوى اروح لك. قول وياي سجين سجين واويلا.
سجين واولا يا امام جنازتك شالوها عفية عفية فدوى الايدك ارفع ايدك اوجع اوجع يا امام جنازتك شالوها غسلوها جثتك دفنوها جثة حسين اكترت ولوها جثة حسين اكترت ولوها زينب تنوحوت ونخلوها زينب تنوحوت ونخلوها يلا ظلت تلطم الراس وينك خويا عباس قوة جر الانفاس يا موسى الكاظم يا موسى يلا انين واويلا 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 زجين واويلا 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 قول وياي سجين جين جثة حسين اكتر مسلبي حسين يا حسين حسين يا حسين قول وياي حسين 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 يا حسين حسين يا حسين عندك دمعة زينب هسه يلا دقيقتين ثلاثة خلي نبكي على الحسين خلي نبكي على زينب قالت ما تنعاد ما تنعاد مشت ويام عزتنا عزتنا حسين ما تنعاد وكثير جروح اللي بقلبي يا زينب ما تنعاد ما تنعاد صحيت يا ناس خلوني 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 ما تنعاد ما تنعاد ما تنعاد اذا تعبت اشيل علي رقيه يا رقيه قالت بتاه بتاه زينب تقول انا اللي هلي يدلون بتاه انا اللي هلي يدلون بتاه قلبي من الحزن مقطوع بتاه بتاه اجيت وما جبت الحسين اجيت جيت وما جبت الحسين بتا بتا شقل وبالغرب ما ادري ما شايف احبال دينا اعمى وما شايف احبال رخصة سماحة الشيخ بعد يلا ويا ما شايف احبال دينا اعمى وما شايف احبال يا ابويا بلا رحم يضرب الجمال وتالي بالخرايب اصبح الحال قالت يا ابويا يا ابويا قبل عينك علي ما تقبل لو ان تنغث رقيه يقعد يا ابويا شلون بي مولاتي زينب روحي لك الفدا خلي ناخذ دمعه اليوم بمصاب
الإمام الجواد ناخذ دمعة لزينب ونهديها لمولاي الجواد ومولاي الكاظم. مولاتي زينب شلون كانت ليلة 11 محرم عليك؟ شلون مرت؟ قالت أنا نومت الأطفال. زينب تقول نومت الأطفال، قعدت النسوان، بس أكو مرة واحدة ما قدرت أسيطر على هاي المرة، كل ما أجيبها ألقاها هايمة بالبرار وتقول أنا رايحة لعبد الله حاجي يا يمه، وانا اردش من نحرة وانا اغي يا يم. زين مولاتي زينب فدوى اروح لك، شلون عرفت الحسين ليلة 11 محرم بين هذه الاجساد المقطعة بين هذه الرؤوس المشالة؟ الدنيا ظلمة وزينب لوحدها بالليل، شلون عرفت الحسين؟ الاجساد لم تكن تبان معالمها من اثر سحق خيول بني أمية لعنهم الله. شلون عرفت الحسين؟ قالت لهم انا اقول لكم شلون عرفت الحسين، تردون تعرفون شلون عرفت الحسين زينب؟ قالت على ريحة الخوة. بعد مولاتي زينب من وصلت للحسين، اول ما وصلت للحسين ايش قلت له؟ اذا حافظ وياي ايش قالت لزينب؟ قالت اول ما وصلت للحسين قلت له سوت بيك الخير، شو متغير حيل، شو متغير حيل، سوت بيك الخير، جاوبني وريح دلالي، معقول انت حسين الغالي، سوت فيك الخيل، سوت فيك الخيل، باشر ولا يبقى الخوف بين الغروب وحيده، باكر وما يشقد ركض للمشرعة البعيدة، ألزم طفيل يعثر طفيل صوت التوى على إيده، أحمي برقي من الجمر خلي يطيك حميدة، يموتون باشر كل هيل الزينب يموتون، ناس بهلة دموعك يشمتون، زينب ولينوليها يصيحون يا خيمات يا خيمات، باشر ليش تحترقن يا خيمات، أنا الوحد وعندي تيمات، عوف النجدم زينب يا جمرات، عوف النجدم. وقف على رجليك وخلنا نلطم، يلا ابويا حتى يزورنا سماعة الشيخ، يلا ابويا. باكر أميرة الخلق تشبع بكي وشماته، يوقف هني قبال القمار زجر ويطيق خواته، باشر ترى حسين العصر ما يلحق الصلاة، فوق التراب وما يجي شوف الجريل بناته، يا الاخوان باكر عازة عازتكم، يا الاخوان وانتم روس ما عدكم، يا وليان بين الخيل زينبكم، يا الحنان ارفع ليديك خلي صوتك يصل الى كربلاء، الا وصلى الله يوم ايش قد ما عندك صوت، الا وصلى الله على الباكين على الحسين، حسين اعلى، حسين حسين
اللهم عجل لوليك الفرج فدوى لإيدك فدوى أروح لك أي أيوة والله عندك حاجة بعد لولا يلا لقمر العشيرة ارفعوا على يديك يلا فدوى أروح لك ضعوا حوائجكم بين أيديكم قدموها لموسى بن جعفر قدموها لأبي الفضل العباس هلا وصلى الله على الباكين على قمر العشيرة أبو الفضل العباس يا عباس يا عباس فدوى يا عباس جيب الماي لسكينة يا عباس جيب الماي لسكينة يا عباس جيب الماي لسكينة بعد عندنا الصرخة المن صرخة حافظها صرخة للغريبة للمظلومة للمهضومة اللي خليناها لوحدها بالشام وجينا ارفع ايديك يلا اريد صوتك يوصل لزينب المظلومة ها ألا وصلى الله على الباكين على مولاتي الحوراء زينب يا زينب يا زينب ويلاه يا زينب المظلومة 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 توجهوا إلى إمامكم الجواد إمامكم الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد مرحومة هاي الأصوات هاي العبرات توجهوا إلى حرم الإمام صلوا على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا إمام الهدى السلام عليك يا علم الدين والتقى السلام عليك يا خازن علم النبيين السلام عليك يا خازن علم المرسلين السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين السلام عليك يا معدن الوحي المبين السلام عليك يا صاحب العلم اليقين السلام عليك يا عيبة علم المرسلين السلام عليك أيها الإمام الصالح السلام عليك أيها الإمام الزاهد
السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله، وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل. وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء، أتيتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مقرا بفضلك، محتملا لعلمك، محتجبا بذمتك، عائذا بقبرك، لائذا بضريحك، مستشفعا بك إلى الله، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه، عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، يا ابن رسول الله أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إلى الله، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله، ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وجو بفضله وجوده ومنه. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل. يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك، فصلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبيك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر ووصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار
حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفاضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع غصص الكرب واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة لك ومحض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدع وأهلها ولم يلحق في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لائم، صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك، وبلغه عنا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفعوا أيديكم إلى السماء عند الإمام باب الحوائج، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب يا الله يا الله بمصيبة الإمام الكاظم أهم الحوائج، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اجعل هذا البلد بلدنا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من كان في جمعنا طالب طالبة حاجة اقضي حوائجهم سهل مطالبهم، من كان في جمعنا مريض مريضة أو عندهم مرضى بباب الحوائج اشفي جميع المرضى، يا الله ارفع هذا الوباء وهذا المرض عنا يا الله، وفقنا لخدمة محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة يا الله، من سألنا الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة يا الله، عجل في فرج إمامنا، كلنا نقرأ دعاء الفرج، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة، يا الله اكتب السلام لزوار الإمام الكاظم، أرجعهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين، إلى أمواتكم أموات السامعين السامعات خدام الإمام الكاظم،
كل من خدم كل من شارك كل من بذل نتقبل هذا العمل نشكر الإخوة الذين خدموا الذين شاركوا الذين ساندوا القوات الأمنية الشرطة خدمت العتبة عتبة الإمام الكاظم جزاكم الله خير الجزاء إلى أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات جسر الرصافة من قلت جيتي وتلاقينا عدنا وعد ثاني صوتك عدنا وعد ثاني لله ابن ثاني مرت الجمعة وطلعنا مهدينا جسمك من تشيع الدين العشيرة جسمك من تشيع الدين العشيرة وانت ميت وعلى وجهك شفنا حيرة وانت ميت وعلى وجهك شفنا حيرة تذكرت جدك بقى حر الظهيرة ذكرت جدك بقى حر الظهيرة آه يا حسين انجمع جسمه بحصيرة آه يا حسين انجمع جسمه بحصيرة آه والمهدي ما ينسى صدره أثر رقصه جداً ذبح من القفة وعلى الحرم عيناً كلي احنا هالليلة بالفرج ندعي له كلي احنا هالليلة بالفرج ندعي له مرت ألف جمعة ولا ياخذ بيدك صاحب الزمان يا راهب حضرتك جينا نجدد لك عهدنا كله بحضرتك جينا نجدد لك عهدنا اي عدنا طلبة ويا ابو طلبة ما تردنا اي عدنا نريد منك سيدي تنصر حشد نريد منك سيدي تنصر حشدنا بعد عيد رحم الله والديه نريد منك سيدي تنصر حشدنا بعد رحم الله والديه نريد منك سيدي تنصر حشدنا اي نريد منك سيدي تنصر حشدنا وبسلامة من الحرب ترجع ولدنا وبسلامة من الحرب ترجع ولدنا وش كم شهيد طاح لاجل الولاية راح وش كم شهيد طاح لاجل الولاية راح فدوى مناحرنا إلك بس تقبل علينا فدوى مناحرنا إلك بس تقبل علينا
الله اللي صبرنا والمهدي ينصرنا مرت مرت ألف جمعة ولا مر بينا صيح يا راهب الدمعة جسر الرصافة Yeah.